السلام عليكم. تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاثنين بولاية المغيرة في إصابة 23 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم في حالة خطيرة. وخلف حادث المرور والذي تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر ورقلة بسيارة نفعية وعمود كهربائي. كما وقع الحادث على مستوى طريق الوطني رقم 3 في جزء الرابط بين بلديتي جمعة وتندلة على الساعة 5:17 في وقوع 23 جريح بإصابات مختلفة، أحدهم في حالة خطيرة. وتدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي جمعة بدعم من وحدة المغيرة، أين تم إسعاف ونقل الجرحى لمستشفى سعد دحلب بجمعة. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل وأسباب هذا الحادث الأليم. من جهته تنقل والي المغير لموقع الحادث ومن ثم إلى المستشفى للوقوف على الوضع، كما أمر بضرورة التكفل بالجرحى.